اتكلم على علاج فيروس الورم الحليني البشري. في الحقيقة ان هو هنا بيقول انه لا توجد حتى الان وسيلة لازالة الفيروس من الجسم، ومع ذلك يمكن اي شخص اتخاذ خطوات مختلفة لازالة السعاديل التي يمكن ان يسببها فيروس الورم الحليني البشري. وتقدر الاشارة ايضا الى ان هذه السعاديل غالبا ما تزول دون علاج. لو جينا نتكلم على علاج السعاديل الشائعة وعلاج السعاديل التناسلية، علاج السعاديل الشائعة والحقيقة بيتكلم هنا على مجموعة حاجات، منتجات حمض السلسلك وحاجة اسمها إيميكوجود وجودو فيلوكس وحمض الأسيتيك ثلاثي الكلور، وأحيانا بيحتاج لتدخل جراحي. وفي حاجة اسمها علاج السعاديل التناسلية، ولا تستخدم منتجات التي لا تستلزم وصفة طبية على السعاديل التناسلية. وقد يوصي الطبيب بالعلاج بالتبريد والكي بالكهرباء والعلاج بالليزر او الضوء والإزالة الجراحية. كل دي مواضيع احنا ملناش دخل بيها، لأن دي بتبقى مرتبطة بالطبيب، ولكن اللي يهمنا في الموضوع الوقاية. دي جزئية مهمة جدا نتكلم عليها مرة دي.